طيب تعال نروح للدوري، لان امبارح كان في مباريات مهمه جدا، وشفنا الزمالك وفيوتشر، وتعادل فاز الزمالك بهدفين في يعني هذه المباراه تحديدا، ويمكن هو الفوز هو الاول للزمالك في 2023 تحديدا، وخساره فيوتشر لهذا المباراه او لهذه المباراه. شفت ازاي المباراه دي تحديدا امبارح، ورايك في اداء سيف الجزيري صاحب ال لا اقول لك على حاجه، من بعد فيريرا ما مشي ومن بعد القصه بتاعت فيريرا وان هو يمشي او يفضل، او الفتره اللي هي الاخيره دي اللي شهدت من ماتش اسوان لحد قبل ماتش فيوتشر، اللي هي الفتره ديت كان الضغط على اللاعبين كتير، كان الخلافات موجوده كتير ما بين المدير الفني وما بين الجهاز، فكان الزمالك مستواه بينزل، عصبيه اللعيبه، الضغط النفسي اللي عليها، ضغط الاعلام الزملكاوي عليها. لما فيريرا مشي وخلصت المشكله كان متوقع الاداء ده يرجع لسبب بسيط، اسامه نبيه عارفهم كويس، واسامه نبيه طلب مجموعه من المطالب اهمها عدم الضغط النفسي على اللعيبه، ما تتعرضش للعيبه حتى لرئيس النادي، يعني ما تضغطش على اللعيبه، ما تهاجمش اللعيبه، الاعلام ما يبداش يهاجم اللعيبه بشكل واضح، خف الضغط عنهم وشيل من دماغهم فكره ان انا لازم افوز طوال الوقت، يقفل على نفسه، ده يخف الضغط النفسي عن اللعيبه ويخف الضغط، الخلافات تقل، فبالتالي لازم الزمالك يرجع يظهر بهذا الشكل اللي احنا شفناه امبارح. سيف الجزيري ده اداؤه، يعني مش حكايه ان هو يرجع، هو ده الاداء اللي هو الفرق ما بين الماتشات اللي قبل كده وماتش امبارح، ان هو بيلعب براحته، ما عندوش فكره ان في حد هيضغط عليه او هيهاجمه او هي، فبالتالي الكورتين اللي جوله، الكره الاولانيه اي مهاجم يقدر يجيبها لانها كره مرتده من الدفاع مع خطا من الدفاع، فلازم يحطها صحيح. بالشكل ده تركيزه هنا اللي تقدر تتكلم عليه، ان هو حضوره الذهني في اللحظه دي، لان قبل كده الكره دي كانت ممكن تجيله كان ممكن يشوطها فوق يعني قبل، يعني في ماتش تاني كرة دي بنفس الشكل ده ممكن تجيله كان ممكن يشوطها فوق لانه ما كانش مركز، لكن الفرقه كلها امبارح كانت مركزه، فيوتشر كان بياخد ويدي معاها، كان قريب جدا ان هو يتعادل، لكن كان مطلوب من الزمالك ان هو يفوز امبارح عشان يرجع ياخد المركز الرابع في اطار ان هو ما ينفعش يفضل في المركز الخامس، فالفرق بينه وبين المقاولين انت لو بصيت على عدد النقاط هتلاقي كلها نقطه او اتنين. صحيح. يعني النهارده بيراميدز مع فيوتشر متشاركين في النقاط، بيراميدز بهدفين ثلاثه في المركز الثاني، الزمالك مع المقاولين قريبين في النقاط نقطه او اتنين، الكل بيقرب من طبعا من النادي الاهلي لان النادي الاهلي في كاس العالم، فلكن الصراع كله الدوري كده حلو، يعني احنا بنتكلم على الدوري كده، الصراع اللي هو الزمالك عايز يقرب ويطلع والمقاولين برضو بينافس، الصراع ما بين بيراميدز وفيوتشر على المركز الثاني او على الدوري ان انت لسه ما انهيتش الدور الاولاني، لكن الزمالك امبارح كان لازم ان هو ياخد الثلاث نقاط عشان يقدر كمان يخف الضغط عن جماهيره، لان الجمهور ما كانش هيقبل ان امبارح يتغلب او حتى يتعادل، التعادل كان هيبقى له مشكله، فحقق المطلوب. بعدين اسامه فاهم اللعيبه وعارف بيشتغل عليها ازاي، غير طريقته بيلعب 4 3 3 صحيح، سيف الجزيري مهاجم صريح لكن كان بيبقى ليه مهام تانية، حط كل لاعب في مكانه، فلاعب يعني زيزو امبارح مش زيزو الماتش اللي قبل كده صحيح. ليه؟ لانه محطوط في المكان اللي هو يقدر يتحرك فيه، فحركه اللاعبين داخل الملعب كان بتاكد ان هو خلاص الضغط ما دام مرفوع عني لازم ادي بشكل كويس جدا. أيوة وده اللي يجب ان هو يستمر. سؤالي بقى لحضرتك، هل كانت مشكله الزمالك مع فيريرا؟ يعني لا، فيريرا كان مأدي اداء هايل جدا مع الزمالك وشفناه كسب حاجات كتير جدا وكان اداء اللعيبه نفسه كان كويس جدا، فيريرا من الزمالك مشي ثلاثه من اللاعبين المهمين جدا عنده، هل مشكله الزمالك كانت مع فيريرا وما كانش في تواصل بينه وبين اللعيبه، ولا وزي ما حضرتك قلت دلوقتي ان اسامه نبيه عارف يتواصل مع اللعيبه فهيبقى الاداء احسن، شايف ايه؟ المشكله كانت مع الاثنين، الاداره ومع المدير الفني. الجزئيه دي كانت عامله نوع من الضغط على اللعيبه، ويمكن انا كنت بس هو مين اللي بيضغط على اللعيبه اكتر، الجمهور ولا الاداره؟ لا الاثنين. المدير الفني في خلاف مع المديرين اللي معاه، يعني خلاف مع المساعدين بتوعه، الاداره ضغط على المدير الفني عشان يقبل امور معينه المدير الفني رافضها،
المدير الفني بيصدر ده للعيبة، اللعيبة نفسها عندها مشكلة مع الإدارة، الإدارة والإعلام بيهاجمها، بيهاجمها شخصيا، سواء بقى في ان هو بياخد منشطات او ان هو ما بيلعبش او ان هو مهمل او ان هو يعني، ما تلاقي الاعلام المفروض اللي هو بتاعي اللي بيساندني طالع يقول لي انت عايز ايه اكتر من اللي انا بديهولك. فالضغط ده كله حول اللعيبه كمان مطالباتها ان هي تفوز بكل المباريات. ثقافه الفوز المتتاليه دي، بس دي يمكن دي ثقافه الجماهير، ودي يعني الاداره نفسها كانت بتطالبها بكده، ما ينفعش تتغلب. فدي الثقافه دي بتعمله ضغط نفسي. يمكن انا استشهدت بجون حسام عبد المجيد في أسوان لما كان أول ما أسوان كان متقدم وهو جاب جون التعادل أو جاب جون في أسوان، حركة الاحتفال خلاف حركة العصبية. فاللعيبة كلها، فيريرا متعصب، المساعدين متعصبين، في مشكلة ما بين ده وما بين كمان إحساس اللعيبة إن فيريرا ممكن يفضل حد على حد. صحيح. إحساسه إن هو في حد بيراقبه فعايز يتخلص منه، كل المشاكل دي بتصدر للعيبة، فبالتالي المستوى بيهبط. اما تشيل كل الضغوط ديت يبدا اللعيب تاني يرجع بشكل تاني. مش حكايه ان هو ثلاث لعيبه مشوا او اتنين من لعيبه الزمالك والاهلي، طبيعي في لعيبه هتمشي ولعيبه هتيجي، لكن بيكون عندك دايما البديل. صحيح. اختيارك للبديل ده وقدره المدير الفني على سيطرته على اللعيبه ده اللي بيخليه يؤدي بشكل كويس او يفوز او يتغلب. ايه المشكله ان هو يفوز او يتغلب؟ فكانت المشكله عند فيريرا مش عند اللعيبه. طيب استاذ صار، يمكن احنا اتكلمنا على سيف الجزيري تحديدا وادائه والهدفين اللي سجلهم، لكن مش عاوزين برضو اللي احنا نغفل حق حد، لان امبارح يمكن شفنا عبد الشافي زي ما بيتقال كده الكوره في رجله كان ليها تمن. صحيح. شايف امبارح اداء عبد الشافي ازاي وناحيه الشمال تحديدا كانت مختلفه بوجوده في المباراه؟ يعني المفروض ياخد رجل المباراه. يعني احسن لاعب امبارح اداء، واحسن لاعب في قطع الكوره، واحسن لاعب في صنع الكوره، يعني صنع الهجمه ما بيشتتش الكوره، في قطع، في التصدي للهجمات بتاعه اللعيب فيوتشر كان محمد عبد الشافي. صحيح. مع كبر السن، مع ان في لعيبه اصغر منه، لكن هو اللي كان ظاهر امبارح في الاداء، وده نتيجه الخبرات اللي هو واخدها. لكن حتى في اللياقه البدنيه عبد الشافي امبارح ما وقعش في اللياقه البدنيه. يعني ما انه كان يعني مفترض ان هو كلاعب كبير يجي في 75% في ماتش ويقع، لكن لياقته البدنيه لاخر مباراه، فبالتالي كان يجب ان هو ياخد فعلا رجل المباراه مش سيف الجزيري. لكن القصه كلها عبد الشافي خبراته، اداؤه، وكمان علاقته باسامه نبيه كمدير فني، عارف يثق فيه ازاي، بيلعب في مكانه. يعني ما غيرش طريقته. كمان المساعدات اللي كانت بتجيله من زملاء، وكل ده اظهره في لعبه واحده امبارح انقذها. الحقيقه كانت انقاذ هايل، يعني اللي هي الكره اللي قطعها ولعبها وهو على الارض، كان دي من ضمن الحاجات ان هي بتبين لك عبد الشافي اللي هو قدراته بقول في شبابه، لكن هو ما زال احسن لاعب امبارح في المباراه واحسن لاعب في الزمالك امبارح. صحيح. فبالتالي يستحق التحيه والتقدير فعلا. ما اعرفش هم ما ادالوش رجل مباراه ازاي، او المعايير اللي هم بيختاروا له رجل مباراه على اساسها. يعني ممكن يكون اللي جاب جوان، لان هتلاحظ ان بيراميدز برضه رمضان صبحي. رمضان صبحي. صحيح. المعيار عبد الشافي احسن رجل في المباراه امبارح، وده طبيعي ان انت تحافظ على اللعيبه اللي هي عندها خبره أو دافع وعندها خبره. ما ينفعش اي فريق لازم يجمع ما بين الشباب طبعًا وبين الخبره. طبعا. طيب هنروح لسيراميكا وبيراميدز. يعني المختلف في الدوري ده وشيء لطيف جدا انه بنشوف فرق ونوادي بتطلع ما كناش متعودين اصلا ان احنا نسمع، يعني بنتفرج على الماتشات كده، يعني مش بنبص حتى على النتائج كده، بس الحقيقه احنا شايفين لا بعض الاسماء طلعت ودي كانت مفاجاه واداء كويس جدا. سيراميكا وبيراميدز في تعادل، برغم التعادل ده برضو بيراميدز في المركز الثاني على حساب فيوتشر. شايف فكره صعود بعض الانديه في الدوري ده، وشايف الاداء ده ايه سببه، ايه اللي بيحصل؟ هل ده يعني بيرجع لتراجع مثلا الانديه الكبرى احنا متعودين عليها تراجع ادائها، ولا بالفعل اداء الانديه الثانيه تحسن؟ يعني رؤيتك ايه اللي بيحصل في الدوري النسخه دي؟ بصي، اللي احنا تداول الدوري ده مطلوب بقاله سنين. يعني ما ينفعش فرقتين يفضلوا مسيطرين على البطوله. بمعنى ايه؟ انت بتيجي في دايما في بدايه الدوري تلاقي مثلا غزل المحله الاول او سيراميكا الاول، وبعدين وانت طبيعي وانت قاعده كده بتقولي ايه
اسبوعين ثلاثه والدنيا هتلاقيها رجعت فعلا. بعد اسبوعين ثلاثه بتلاقي اهلي، بتلاقي زمالك، بتلاقي بعد كده خلاص بقى الدنيا ترتبت زي ما احنا متعودين، بتبقى تقول تمام كده. يبدا بقى الصراع ما بين الاهلي والزمالك على مين اللي يفوز بالدوري. لكن تطور الاحداث لازم يبقى في فرق تانية بدات السنه اللي فاتت، يعني هتلاقي بيراميدز كان داخل في المنافسه السنه اللي فاتت، فيوتشر دخل في المنافسه السنه اللي فاتت، الاربعه اللي راحوا افريقيا. قبل كده كنت بتلاقي غزل المحله مثلا، وادي دجله، مصر المقصه، كنت بتلاقي فرق بتقرب لكن ما عندهاش النفس. بس دي ظاهره صحيه بتعزز المنافسه. طبعا، لان ما ينفعش يفضل الدوري بتاعك ثابت على فرقتين طبعا. ده يعني الفيفا بيعتبره من ان ايه، ان كده في احتكار وفي. لكن لما يبقى عندك دوري متقلب زي ما بنقول، زي الدوري الانجليزي، مع ليفربول خد الدوري تاني سنه، جه مانشستر سيتي تالت سنه، انت شايف الارسنال، ده اسمه تداول البطوله. ليه؟ الفرق بتدعم بعضها، الفرق بتجيب لعيبه، بتجيب مدربين، بتصرف، فبتبقى قويه. بنفس الشكل ده احنا عايزينه السنه دي. انت شايفه بيراميدز مع فيوتشر، صحيح، صراع. النهارده المقاولين داخل كتف بكتف مع الزمالك. هتلاقي فريق تاني غزل المحله جاي برضو مقرب شويه يعني. فده الصراع ده بيبقى حلو جدا. ليه؟ لتمن الدوري، ارتفاع من نسبه مشاهدته، انت مش متوقعه مين اللي يفوز بالبطوله، اقتراب النقاط، الفرق نفسها فيها اسماء ولاعيبه جديده انت مش عارفاها، فبيبدا تشوف مواهب مختلفه، كوادر مختلفه، تقدر كمان تستفيد بيهم في المنتخب. يعني اللف يعني موضوع مهم بالظبط لصالح الدوري المصري. ده أكيد. يعني ان هو النهارده بيراميدز مع فيوتشر، مع المقاولين، مع الزمالك، مع الاهلي، ده لصالح الدوري وقوه الدوري. انا اتمنى ان يتم التداول بقى، يعني نشوف بطل جديد السنه دي للدوري، مع ان يعني الاهلاويه هيزعلوا يقول لك لا انا ماشي، انا مع الصراع ده يفضل لاخر اسبوع، اللي هو ايه، احنا مش عارفين فيوتشر ولا بيراميدز ولا الاهلي ولا الزمالك، يعني انت بتتداوليها. الافضل والاحسن واللي هو يقدر يحافظ على نفسه ياخد البطوله، سواء بقى فيوتشر، سواء الاهلي، سواء الزمالك، سواء ليه، لان ده هيديلك طعم تاني البطوله، وهيغير نظره الناس كلها لشكل البطوله بتاعتك. انت المفروض البطوله دي واحده من اكبر بطولات في المنطقه، فبالتالي ما ينفعش يبقى في تداول ما بين فريقين، وما ينفعش كل فريق يخش البطوله يقول لك انا ضامن ان انا اخدها، مفيش حاجه اسمها ضمان. صحيح. لابد ان انت تفضل قلقان لاخر وقت. فيوتشر النهارده يخلي الاهلي قلقان لاخر وقت، بيراميدز النهارده يخلي فيوتشر قلقان لاخر وقت، المقاولين يخلي الزمالك قلقان لاخر وقت. حاله القلق دي نسبه مشاهده عاليه جدا، ترقب عالي جدا، ما بتفوتيش ماتش عشان تشوفي ايه اللي بيحصل. الفرق نفسها بتاخد الامور بجديه، المدربين بياخدوا الامور بجديه، ففي الاخر لو افرزتي بطل جديد انت عندك دوري جديد.